عند بيوتك بالبراد. ما بعرف كيف بدي اتشكرك يا مشهور، والله لولاك ما كنت بعرف شو بدي اعمل. لك شو حكي لك يا اخي، نحن اخوين. الله يخليكم لبعض وما يحرمكم الهي من بعض. يا ابو مشهور، ابو مشهور تعال شوف مرهف شو بو. لك شبكي قببتيني من نومي، شو في؟ تعال شوف مرهف تعبان وشه مصفر. شفت؟ شفت يا بابا الدراسة شو سوت فيه؟ الله يلعن الدراسة قدام صحته الأخي. قوم من هون، هذا اللي فهمته من الموضوع، قوم اطلع لبرا. تعي لهون أم مشهور. خير أبي، شو حاسس؟ إيه بابا ما في مشكلة، يعني شغلة بسيطة عرضية، واحد حرارته مرتفعة. أنا هلأ رح أجيب له الأنتيبيوتيك من الصيدلية. بعد إذنك ممكن تناوليني جاكيت؟ يلا عايزينكم. حرارة إيه ما في حرارة، وين الحرارة؟ حاسس حالي بابا إنه بردان وخايف كتير. خايف؟ لا أبي مو وقتها، قوم معي لقلك قوم. يوه وين أخذوا للولد؟ مالك شايفه ماله قدران يتحرك؟ لك ما سمعتي عم يقول خايف، وبس يخاف بتعرفي جعجعلك اتخذ كله. ايه قوم. ونسفي إن شاء الله روح الخوف كله.